الفنان عبد الواحد التطواني. لحظة تكريمك بمدينة العرائش كانت مليئة بالرسائل الفنية ولحظة تذكر لرواد الأغنية المغربية العصرية وكذلك يعني على مستوى مدينة تطوان ومدينة العرائش. يعني ماذا يعني لك تكريم مدينة العرائش؟ بالنسبة لي للتكريم في مدينة العرائش ألا وهي الشمال ككل في كرمان، ولكن كيبقى الشكر والثناء لمدينة العرائش، المدينة العتيقة الجميلة اللي احنا كنا اشنو عندها من خبايا من ناحية الموسيقية. كانوا موسيقيين كبار، كانوا كيف واحد الوقت ديال 54 و52 و53 كانت فرقة ديال التمثيل وفرقة موسيقية كتجي حتى لمدينة تطوان، وهي الفرقة الوحيدة اللي كانت الشمال اللي كتجار المدن المغربية بمدينة تطوان وطنجة. فأنا اليوم أنا سعيد لأن التكريم فهو تكريم بالنسبة لي أنا ماشي لي بوحدي، كما قلت قبل فهو تكريم لرواد الأوائل، لأن إذا وقف عبد الواحد التطواني كأنه موقف هذا الأعضاء كلهم اللي بنوا هذه الأغنية هم اللي كاينين. فأنا كنشكركم جميعا سواء اللي سلاه من قريب أو من بعيد، كصحافي كجمهور يعني الجميع كان سعيد وأنا أسعد وهذا شرف لي على أني مدينة من المدن العتيقة يعني بالشمال، لأن أنا عندما قلت عبد الواحد التطواني فأنا كنحمل اسم الشمال ككل وشكرا. نعم، بالنسبة للفرقة الفنية العربية التي أحيت الحفل الفني أثنيت على العطاء ديالها في هذا الحفل، ماذا يمكن أن تقول بالنسبة للفرقة؟ أنا كنقول أن هذا هما يعني النواة الأولى للفرقة الموسيقية اللي هنايا نتمنى على أن من الجامعة اللي في مشهد من الجمعية يعني المجتمع المدني ككل أنه يساهم فيما شافوا شي شاب أو لا شاب إن في العزف أو في الغناء أو لا، أن نتمنى نجي من رخل الفرقة مكونة من 20 الأفراد. تبارك الله هذو العازفين اللي كان أساسيده كبروا عازفين ممتازين كلهم تبارك الله عليهم كاملين. انا اللي كنت كمتلقي ولا كمستمع كنت كنسمع اشياء جميله وانضباط في العز واحسن استجام الفرقه يعني فرقه هائله وعازف يعني عازف متقن وتقني واكاديمي، ومع ذلك هناك احساس هذا كاين يعني الاجواق اللي اكاديمي ولكن فقدين الاحساس. هذه فرقه عندها احساس جميل، فهذا الاحساس ماشي عند كل شيء، القليل اللي كيكون عنده هذا الاحساس.
تبقى سليمة وسليمة للغاية.